أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية وأرق سلام وأهلا بكم في بداية حلقة هذا الأسبوع من المجلة الثقافية. سحر الجمال، معرض فني يقام في متحف الشارقة للفنون ويوثق لأكثر من 100 عام في عالم الأزياء. البداية إذن من متحف الشارقة للفنون. سحر الجمال في متحف الشارقة للفنون، معرض يستضيف مجموعة الفنان مارتن فيرفيرز ويضم 472 عملا فنيا يوثق رحلة فنية لأكثر من 100 عام في عالم الأزياء من خلال الرسوم والصور الفوتوغرافية التي تحاكي الفترة ما بين القرن 20 مرورا بعقدي 50ينيات و60ينيات إلى بداية 2000ينية الجديدة، وتغطي موضوعات الجمال من خلال الأزياء. وجاءت الأعمال الفنية في تنوع واتساق لرسوم توضيحية لمجموعة مهمة من الفنانين ومن جنسيات أوروبية مختلفة. معرض سحر الجمال الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتحته الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وبحضور الشيخ خالد بن سلطان القاسمي والشيخة حور بن سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون. وتنظم المعرض دائرة الثقافة والإعلام بالتعاون مع إدارة المتاحف في الشارقة. وعبرت الشيخة بدور بن سلطان القاسمي عن سعادتها لاستضافة هذا المعرض المتميز، معتبرة الفن إحدى أهم وسائل التواصل والتبادل الفكري الراقي بين الحضارات والشعوب، ووسيلة للتعبير عن الإنسان والمجتمع في أي زمان ومكان، ومؤكدة أن الشارقة تحرص دائما على احتضان الإبداع والمبدعين في مختلف أنواع الفنون، مشيدة بالمستوى العالي للأعمال الفنية والتنسيق الفني للأعمال المعروضة في معرض سحر الجمال. أسدل الستار هذا الأسبوع على الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة الذي أقيمت فعالياته في المركز الثقافي بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة. جذب مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة في كلباء خلال دورته الثانية الانتباه والاهتمام، واستقطب أعدادا من الجمهور حضرت عروضه وندواته التطبيقية التي أغناها الجدل والنقد البناء. وكان المحرك في هذا كله حب المسرح والاحتفاء به خلال هذا المهرجان الذي يشكل مع مجموع مهرجانات المسرح في الشارقة علامة مضيئة تبعث على الفخر والاعتزاز. المهرجان في دورته الثانية حقيقة بدأ يعني بشكل متميز الحقيقة،
وهذا دليل على أن الشباب المشاركين بدأوا يستوعبون هذا النوع من المسرح، وبالتالي بدأوا تطلع يعني تتسع رقعة المطالعة والثقافة المسرحية لدى العاملين في هذا النوع من المهرجانات أو من هذا النوع من الأعمال المسرحية. شفنا في هذا الدورة يعني اشتغلوا على مذاهب صعبة جدا من العبث والتجريف، فبالتالي كانت أعمال ناضجة من الناحية الفكرية ومن الناحية الفنية. فبالتالي سوية هذه الأعمال في هذه السنة اختيرت من يعني 8 عروض اختيرت من ضمن 15 عرض تقدمت للمشاركة في هذا المهرجان. لا شك بأن هذه النوعية من المهرجانات هي يعني أعمال ومسرحيات وفن ليس للعامة وإنما للخاصة، فبالتالي هذه المشاركة تحظى بمتابعة من قبل المسرحيين يعني المختصين بهذا المجال مجال المسرحي، وكانت هذه الأعمال تبشر بأن هناك وعد قادم في الحركة المسرحية بدولة الإمارات من خلال هؤلاء الشباب. اليوم شفنا عروض مسرحية قدمت ب8 عروض متميزة من قبل الشباب، هذا دليل على أن المهرجان هذا يسعى لتقديم هؤلاء الشباب لرفد الساحة المسرحية بدولة الإمارات بدماء جديدة. فبالتالي مشاركة في السنة الماضية بعرضين من مهرجان المسرحيات القصيرة في أيام الشارقة المسرحية استقبلها الجمهور النقاد والمشاركين وضيوف أيام الشارقة المسرحية بكثير من الإعجاب وكثير من الثناء على هذه النوع من العروض. فبالتالي أعتقد نحن مسؤوليتنا في إدارة الثقافة والإعلام أن نهيئ الظروف لهؤلاء الشباب، نهيئ لهم المعرفة، نهيئ لهم المدرسين، نهيئ لهم المحاضرين. فبالتالي أعتقد أنه يوم نحن بدأنا خطوات بسيطة في بداية مشوار طويل إن شاء الله. وفي حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة، كان المركز الثقافي في مدينة كلباء الساحرة مجالا لقطف ثمار المبدعين من الشباب الذين قدموا عروضهم ونافسوا بها على جوائز المهرجان. وكان في مقدمة الحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في خورفكان، وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والأعلام في الشارقة، وأحمد بوريحيمة مدير إدارة المسرح، وجمع من جمهور المسرح والمهتمين ومندوبو وسائل الإعلام المختلفة. كانت في الحفل للجنة التحكيم كلمة ألقاها الفنان سيف الغانم الذي أشاد فيها بالعروض المقدمة وتنوعها وجهود الشباب وطموحاتهم، آملا في استمرار أنشطة نشر ثقافة المسرح من خلال دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة. هذا المهرجان تميز بعروض متنوعة ومتباينة من تيارات ومدارس مختلفة أيضا ومتنوعة. شارك في التصفيات الأولية 13 عرض، اختارت منهم لجنة الاختيار 8 عروض، كانت عروضا متميزة، وقدم فيها المخرجين عروض أيضا حلول إخراجية متميزة، خاصة أننا نستقبل في هذا العام 4 مخرجين من العام الماضي كانوا متميزين، و4 مخرجين جدد ينضمون لهذا المهرجان. وهذه هي استراتيجية إدارة المسرح في تطوير هؤلاء الشباب بأن تتمناهم لأكثر من دورة. لذلك كانت العروض بتنوعها أيضا عروض متميزة، ونحن يعني نتمنى أن يكون الأعوام القادمة أكثر جمالا وأكثر طموحا وأحلاما إن شاء الله بإذن الله. وفاز هاني الطنباري بجائزة أفضل ممثل، وفازت سمر جاد بجائزة أفضل ممثلة، كذلك فاز رامي مجدي بجائزة أحسن إخراج، وسعيد الهرش بجائزتي أحسن سينوغرافيا ولجنة التحكيم. أما جائزة العرض المتكامل فقد حصدتها مسرحية الواشي للمخرج رامي مجدي. الخبرات اللي تكون موجودة، الأساتذة اللي يقدمون هذه الورش هم أساتذة متخصصين في مجال المسرح، محتاجين الشباب للتمثيل، محتاجين أنهم يكونون عارفين أساليب الإخراج، أداءات الممثل، الحالات، كل هذه راح يتعلمونها من وين؟ من خلال الورش اللي يطبقون فيها هذا الشيء، وبعدين
على وقت المهرجان، هم عادي اللي استفادوا منه يطلعونه في المهرجان. يعني لابد أن هذه الدورة ونجاح هذه الدورة يحفزكم مستقبلا على أيضا التجويد ومرئياتكم الفترة القادمة بالنسبة لإدارة المسرح. راح نكون حريصين أكثر في الدورات الجاية إن شاء الله، أن يعني هذا يعطينا مهمة ثانية، مهمة جديدة، وحرص أكثر أن نحن نطلع نسوي مهرجان يكون أفضل عن الدورات السابقة. ومن المسرح إلى التراث واحتفالات الشارقة بيوم الراوي للعام 13 على التوالي، نظرة على يوم الوفاة. الشارقة مدينة باسمة تتنفس الثقافة وتتوشح الجمال والعفة، ويوم الراوي الذي تنظمه إدارة التراث في دائرة الثقافة والأعلام بالشارقة ليس كسائر الأيام، فهو يوم الوفاء للتراث من خلال تكريم حملته. فللراوي أهمية كبيرة في التراث الثقافي باعتباره منبعا لمادة التراث وكنزا بشريا ومحورا رئيسيا في إبراز المأثورة الشعبية وتفنيدها ونشرها. وبتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تزدهر الثقافة في الشارقة ويرتقي الفعل الثقافي بها إلى أعلى المراتب. وها هو العام 13 من احتفالية يوم الراوي الذي حضره عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة وعبد العزيز المسلم مدير إدارة التراث. ها هو يأتي وقد تخطت إدارة التراث العدد 70 في سلسلة الرواة المكرمين والمستفاد من مروياتهم، وقد يرى البعض هذا الرقم كبيرا، لكنه ليس كذلك مع تراث دولة كبيرة الحجم متعددة البيئات ومتنوعة الثقافات كالإمارات. تحرص إدارة التراث في دائرة الثقافة والإعلام كل عام على تقديم رواة مميزين في مروياتهم، كما تحرص على تكريم عدد من الكتاب والصحفيين ودور الصحافة تقديرا لدورهم الفعال في حفظ وصون التراث، كما نحرص على طرح منشورات ومبادرات ذات صلة بالحدث من تلك المنشورات، كتيب الراوي ونشرة الراوي وكتاب النوعي. أما هذا الكتاب النوعي هذا العام فهو ألبوم صور للرواة للأعوام 12 التي مضت. كما نطرح أيضا مبادرة، هي مبادرة أنا أعرف راويا تراثيا، نتمنى أن تزيد في تلك القائمة. في هذه الكلمة أيضا يسعدني أن أشكر جميع من ساهم في التحضير لهذا الحدث من دائرة الثقافة والإعلام ومن إدارة التراث واللجنة المنظمة ليوم الراوي، كما أشكر غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة الإعلامي على رعايتهم الكريمة ودعمهم. وكرم سعادة رئيس دائرة الثقافة والإعلام يرافقه مدير إدارة التراث عددا من الرواة، وهم سيف من سالم الرزة، ومحمد مطر الرزة من الذيد، وخميس المزروعي من وادي الحلو، وعلي بن محمد الشمام من مليحة، ومريم بن سمحة من الشارقة، وراشد الزعابي من رأس الخيمة، وعلي مطر الشامسي من عجمان، والباحث علي محمد راشد من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. يواصل منتدى الأحد الثقافي الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة يواصل نشاطه المميز النوعي، واستضاف هذه المرة ندوة كان محورها الإعلام والثقافة، فلنتابع. الإعلام والثقافة
عنوان منتدى الأحد الثقافي لهذا الأسبوع الذي ينظمه قسم الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، مستضيفا للحديث حوله الإعلامي محمد خلف مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة، الذي قدمه في الندوة الإعلامي محمد ماجد السويدي بإعطاء سيرة مقتضبة عنه وعن موضوع المحاضرة. وبدأ محمد خلف حديثه في الندوة التي حضرها عبد العزيز المسلم مدير إدارة التراث في الدائرة وجمع من الإعلاميين والمثقفين ورواد المنتدى بالإشارة إلى مهمة الإعلام في الوقت الحاضر وهل من وظيفته الثقافة أو التثقيف. اختلفت سابقا في ندوة من إحدى الندوات حول هذه المسألة بيني وبين أحد الزملاء الإعلاميين، وصار نقاش واحتدم النقاش بيننا، وكان الحضور في الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الطلاب والطالبات الذين يدرسون الإعلام، وكان الحوار هل من وظائف الإعلام التثقيف أو الثقافة. فكان يزعم أحد الزملاء من إحدى المؤسسات الإعلامية بأنه البتة ليس من وظائف الإعلام الثقافة أو التثقيف. اختلفت معه وقلت الثقافة بكل أشكالها، فحينما نقول الثقافة لا تنحصر هذه الثقافة على الكتاب أو على الشعر أو ربما على جانب معين، بل حينما نقول الثقافة فنحن نقصد أسلوب حياة، نقصد كل ما يتعلق بجوانب حياة الشعوب والأمم، هذه كلها تشكل ثقافة معينة. فحينما أتعرض لملبس هذه الشعوب أو لحياة هذه الشعوب فأنا أتحدث عن ثقافتها، حينما أتحدث حول أين تذهب هذه الشعوب، كيف تقضي إجازاتها، كيف تقضي يومها، ما هي وسائل الإعلام الحديثة التي تمارسها، هذه كلها عبارة عن ثقافة في حياة الناس. إذا قلنا بأن الثقافة ليست من وظائف الإعلام، فيا ترى ما هي وظائف الإعلام؟ كان يقول صديقي وزميلي، كان يقول بأن الإعلام تنحصر وظيفته الأساسية في الترفيه، فلم يوجد الإعلام إلا للترفيه. قلت له الترفيه كذلك يعني له أدوار، حينما أنا أتحدث مثلا على سبيل المثال عن المنوعات الغنائية أو الأفلام السينمائية، أليست هذه ثقافة كذلك؟ أليست السينما ثقافة؟ أليست الموسيقى ثقافة؟ أليس ربما الرقص عند من يهوى الرقص كذلك ثقافة؟ فبالتالي هذه كلها عبارة عن يعني مصطلح، ربما كما قال زميلي محمد مايد فضفاض للثقافة. واستعرض خلف مهام الإعلام مضيفا أن ثمة قصورا في المجتمع بالاهتمام بالثقافة والقراءة والآداب والفنون، ولذلك لابد من تعاضد إعلامي وثقافي يحث الناس على الاهتمام بهذه الحقول ويلغي اتساع المسافة بينها وبين الجمهور، متطرقا في حديثه إلى وظائف الإعلام. من وظائف الإعلام الإعلام الإخبار، من وظائف الإعلام الإعلان والدعاية، من وظائف الإعلام كذلك الإبلاغ، التثقيف، الإرشاد. طبعا إذا تحدثنا حول الإعلام التقليدي، إذا صح التعريف أن نسميه إعلاما تقليديا، حينما نقول إعلام تقليدي أقصد فيه الإذاعة، أقصد فيه التلفزيون، أقصد فيه الصحيفة، الموجه من طرف إلى طرف آخر. تعريف الإعلام تعرفونه، متلقي، مرسل ومستقبل ووسيلة وكذلك أداة، صحيح؟ أو أداة والمادة المرسلة يعني أو المادة التي ترسلها. لم يعد الإعلام متعلق بهذه الجوانب أو هذه الأركان الأربعة فقط، هذا الإعلام الذي يتعلق بالجوانب الأربعة هو فقط الإعلان التقليدي، الإذاعة، التلفزيون، الصحيفة الرسمية، أيا كانت ملكيتها تعود لمن. لكن اليوم نحن نتحدث عن إعلام تفاعلي، نتحدث عن إعلام ليس أحادي الجانب وإنما إعلان متعدد الأطراف. حينما اليوم كان زميل يقول لي والله أحد الأخوة بعث لك رسالة يقول لا تقول أقرأ الرسائل وإنما قول نقرأ الرسائل، لأن صاحب الرسالة يزعم بأن أنت تقرأ ومعك الملائكة يقرأون، هكذا كان يقول ومعك الملائكة يقرأون. القصد من هذا الكلام بأن لم يعد الإعلام فقط أحادي الجانب، يخرج المذيع فيتحدث فيقول ما يشاء أن يقول، يقول وجهة نظر صاحب المؤسسة الإعلامية وصاحب القناة، لا، الآن المستمع يشارك، يرد عليك، ربما لا يقتنع بحديثك،
بل أصبح حتى المستمع والمشاهد إذا لم يقتنع بحديثك وبعث لك رسالة وأنت لم تقرأها كونك أنت المذيع وأنت المسيطرة وأنت صاحب الميكروفون أو القلم في الصحيفة مثلا، فهو سوف يرد عليك في تويتر وربما يتحدث بقناعات ليست موجودة عندك. فالمسألة لم تعد في الحقيقة في شق واحد أو حال طرف. وفي وقفتنا الأخيرة نصغي إلى صوت الشاعر من خلال الأمسية الشعرية النسائية مصابيح القصيد التي نظمها مركز الشارقة للشعر الشعبي. ثلاث شاعرات حلقن بقصائدهن في أجواء مركز الشارقة للشعر الشعبي، شدون للوطن والحب وقيم الجمال والمعاني الإنسانية. نفسي سمت وتناولت نجمة الياه، ركاض حلمي صوب نيل الأماني، هادي النفس عالي الهمم فكر جداه، هادي النفس عالي الهمم فكر جداه، هداه جزلات الحروف الحساني، عصوف فكري داعب الحرف وداه، روض انزهت بالفل والقيحواني، قم تحضنه وتشممه واتفداه، واغوص في حضن بحب احتواني، هذا تراب هذا تراب او تبر، يا قدرة الله مع سلسبيل ونبعه البرداني، تفخر بقربه تفخر بقربه رجال وتهب تعزاه، ويهل صبحا مشرق مرحباني، وابتسمتي لو كفلتي لو وهبتيه الحقوق، آه كيف اليوم بعض الناس تنسى هالعناق وما يغيرنا عن اللوطان طعن أو حروق، ولا تفرقنا بما فرق رفاق عن رفاق، لأن ميزان العدالة واحد ما به فروق، نمتالي الليل وأنا اللي لشرياني احتراق وأحترق أحترق أحترق لين الصباح، وأنتظر وقت الشروق أهتف بعيشي بلادي، أهتف بكل اشتياق، ويا بلادي سلسبيلا يسري في مجرى العروق، يا بلادي سلسبيلا يسري في مجرى العروق، عهد كلماتي وأنفاسي ونبضاتي وفاق، واسمعوا النبضات في صدري يوالفها الخفوق، كأنها سبعة إمارات على نبض الوفاق، وكلنا نفدي اتحادا كلنا نفدي اتحادا لفظا وفعلا صدوق، وكلنا لجل الوطن من دون خذلان ونفاق، وكلنا بنيان واحد دون صدع أو شقوق، وكلنا في محمل على الخير نتسابق سباق. جدلت أسراب الهوى في خاطري يا صوحبي، جدلتها بعد انطلاق عابثة متمردة، حتى تشوف بأم عين إن الهوى صنعت ضبي، لو شايفك أو شاي قيدها بالحاض مسددة، هذا الغلا بيدي ولو هو في ضميري محتبي، بنزع ضميري يا الغلا أو من غلاك أجرده، إيه أعترف لك أن قلبي من غروري يشتبي، بعض الدلع بعض العناد وشي صعب أحدده، يا صوحبي أنا كذا طبعي يحدد مذهبي، تامن بهذا أو تبي بعض الشروح مفنده، ويحي إذا سلمت لك قلبي وأنا فني السبي، كل احتمالات السبي للطرف جات مجندة. وبهذا مشاهدينا نطوي وإياكم آخر صفحة من صفحات هذا العدد من المجلة الثقافية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.